إن شاء الله كل الأمور بتتم على خير. إنه هخانم، شكراً على اتصالك. لا ولو، وهلأ بخاطرك بتمنى توصلي سلامي لسامي بيك. بيوصل طبعاً بيوصل. وانت سلمي لي على بدر بيك كمان. يي شو هالمرة، قديش هي ظريفة. معقول؟ والله خجلوني بلطفهم. أنا كنت حابة أحكي معها، يعني فيك تقولي نحن صرنا عائلة واحدة ومثل الأهل، بس مؤيد ما بيسمح لي حاكيهم. وليش بالله؟ شو فيها يعني؟ قالت لي انتهوا من تنظيم العرس. والله برافو، ما تركونا نساوي شي بنوب. والله عم بيكبوا المصاري كب. مؤيد كتير توفق بهالزواج. والله ألف حمد وشكر لك يا رب على هالفرصة. لا قصدك لو تزوج بنتي جميلة كان حظه سيء وما توفق. يا الله، لا الله يخليكي لا تأخذيني. يعني أنا أخذت راحتي وعم أحكي معك هيك لأنه انتهت علاقته مع جميلة، بس ما قصدي إني أزعجك. تذكري وقت اللي اجيتوا تطلبوها أنا شو قلت لكم؟ قلت لكم أبداً ماني موافقة، أنتوا اللي أصريتوا يا خانو. صحيح، أنا ما بدي أكيد تزعلي مني. ومن شو بدي أزعلي حبيبتي؟ بعدين أنا ما بحمل المواضيع مثلكم، ما في داعي. نحمد الله ونشكره أنه الحظ ضحك بوشنا. منيح لي ما تزوجته، أنا مبسوطة كتير أنه علاقتهم انتهت. والله معك حق، يعني نحن وقت كنا نسايب ما كنا نتفق مع بعضنا. شوفي هلأ كيف انسجمنا لما صرنا نتعامل كجيران وبس. ايه صح. يلا تركينا من هالقصص وخلينا نرجع للفستان تبعي ونشوف. بس انا ايه، ما في شي عاجبني من هدول كلهم. هندا بتعرفي انا شو عم اقول؟ روحي لك لعند شي مصمم ازياء. هيك قولتك؟ ايه طبعا، إذا عم تفكري تنافسي نهى سنانير لازم تلبسي شي مميز. وما في قدامك غير تشوفي شي مصمم أزياء غير شكل. بس أنا من وين بدي لاقي مصمم أزياء؟ بعدين أنا ما بقدر روح لوحدي لأنه ما بعرف أتصرف بهيك مواقف. يا ريت إذا بتقدري تساعديني وتجي معي. اليوم بدور لك بالإنترنت وشوف عناوين مصممين الأزياء المشهورين واحد واحد، منختار واحد منهم ومناخد موعد، وإذا بدك بعدين منروح مع بعض. لك زينب مو هي مصممة أزياء وشاطرة كتير، حتى أنه دارسة برا. إيه والله، ليش لروح لبعيد؟ رح أروح أطلب منها. خلص خلص، أنا اليوم رح أروح أحكي معها وبالنتيجة هي ممكن تصير كنتي، وأنتي ممكن تساعديها وتقدمي لها أفكارك. نجتمع كلنا ونخلص من هالشغلة. بهيك حالة أنا ما في داعي أتدخل بالموضوع بنوب. زينب بتصمم وبتخيط أو بتاخدك لعند شي حدا من معارفها، ما رح تلاقي مصمم يهتم فيكي قد زينب. ما هي وهي انحلت مشكلتك. لك أهلا وسهلا، كيف صحتك حبيبتي؟ منيحة، جاي أصبغ شعري. تكرم عيونك، تفضلي تفضلي. يا بنات جهزوا لنا عدة الصبغة بسرعة، صار لي زمان ما شفتك عنا حبيبتي. تعرفي مشاغل بس الحياة. ما هيك اشتقنا لك والله.